بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو إبراهيم عين نون صاد من المدينة المنورة. أبو إبراهيم، عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء بقي له هذا السؤال. يقول: دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اغفر لأبي سلمة الحديث، هل ندعو بهذا الدعاء للميت في صلاتنا عليه بأن نقول اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، أم أن هذا الدعاء خاص بأبي سلمة؟ وجهونا جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له بالمغفرة والرحمة، فيدعى له بما ثبت في حديث أبي سلمة وغيره: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إلى غير ذلك من الأدعية الثابتة في الكتاب والسنة، وليس ذلك خاصا بأبي سلمة رضي الله تعالى عنه. فيدعى للميت فيقال اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين، ويدعى له بما تيسر ولا سيما الوارد في صلاة الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته وتوفه على الإيمان. ثم يدعو للميت بما ورد في الأحاديث: اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخر ما ذكرنا قريبا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا نعود إلى رسالة المستمع عين ميم ألف من الرياض، إذ عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة له في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: لا ذنب بعد الكفر، هل هذا حديث يا فضيلة الشيخ أم ليس بحديث، وما معناه؟ وهل يعني يا فضيلة الشيخ أن في يوم القيامة الكافر الذي قتل نفسا بغير حق كالكافر الذي لم يقتل أحدا؟ جزاكم الله خيرا. لا ذنب بعد الكفر، هذا من كلام بعض أهل العلم، ومعناه أن الكفر هو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا. فالكفر هو أعظم الذنوب، فقولهم لا كفر لا ذنب بعد الكفر يعني لا ذنب أعظم من الكفر والعياذ بالله. وأما أن الكافر يوم القيامة يعذب عذابا زائدا على تعذيب الكفر بما يفعل من الكبائر الأخرى، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يعذب على الكفر، ويدخل في الكفر كل ذنب وكل مصيبة وكل معصية. والقول الثاني أنه يعذب على فروع الشريعة عذابا زائدا على الكفر زيادة في تعذيبه، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: في الصلاة الجهرية ألاحظ كثيرا أن الإمام يقرأ آية أو سورة من القرآن في الركعة الأولى والثانية حسب الترتيب في القرآن الكريم، فما حكم ذلك؟ في الصلاة الجهرية ألاحظ كثيرا أن الإمام يقرأ آية أو سورة من
من القرآن في الركعة الأولى والثانية حسب الترتيب في القرآن الكريم، فما حكم ذلك؟ وما حكم المداومة عليه؟ وهل يعني أن سورة الناس مثلا لا تقرأ في الركعة الأولى حيث لا يوجد سورة بعدها بالترتيب في القرآن الكريم يقرأها في الركعة الثانية؟ وهل يجوز في الركعة الأولى قراءة آيات من أواخر السورة مثلا في الركعة الثانية من أول السورة؟ وما حكم كذلك قراءة الآية أو السورة نفسها في الركعة الثانية التي قرأها في الركعة الأولى وهكذا؟ أفيدونا بالتفصيل عن ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال عن ترتيب الآيات، عن ترتيب الآيات في قراءة المصلي، وسؤال عن ترتيب السور في قراءة المصلي، وسؤال عن تكرار السورة الواحدة في الركعتين. أما عن السؤال الأول هو ترتيب الآيات في القراءة في الصلاة وغيرها، فإنه واجب ولا يجوز تنكيس الآيات، لأن ترتيب الآيات ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته لا في الصلاة ولا في غيرها. فتنكيس الآيات محرم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن السؤال الثاني وهو ترتيب السور، فهذا موضع خلاف، والصحيح أن الأولى والأحسن أن يرتبها، ويجوز أن يخالف الترتيب فيقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ في الركعة الثانية التي قبلها، ولكن هذا خلاف الأولى. قالوا لأن ترتيب السور لم يكن بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن الأولى التقيد بترتيب المصحف وعدم تنكيس السور، لأن هذا هو الترتيب المعهود الذي اتفق عليه الصحابة، وهو الذي يوافق المصحف الشريف، ولئلا يشوش على الناس ويستغرب الناس هذا الشيء فيحصل تشويش أو سوء ظن به. وأما عن السؤال الثالث وهو تكرار السورة الواحدة في الركعتين من الصلاة، فهذا لا بأس به، ولكن الأولى أن يقرأ في كل ركعة بقراءة غير ما قرأ في الأولى من سورة أو آيات، هذا هو الأولى والأحسن، وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الزلزلة وكررها في الركعتين، وذلك في السفر. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. فالأولى أن لا يكرر السورة في الركعتين، بل يقرأ في الأولى ما تيسر من السور أو من الآيات، ويقرأ في الركعة الثانية غير ذلك من كتاب الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما المقصود بفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال في هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومن هم الذين سيتعرضون لتلك الفتن؟ وهل الدعاء بها في الصلاة السنة؟ وفي أي موضع من الصلاة يكون ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: استعينوا بالله من أربع، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فيستحب الدعاء بهذه الدعوات النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام، هذا هو موضعه. والمراد بفتنة المحيا الفتنة التي يتعرض لها الإنسان في حياته، فإن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، الفتن المضلة التي تصده عن سبيل الله، وقد تخرجه من دينه، قد تنقص عليه دينه أو تشوش عليه دينه، فهو معرض للفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات والعياذ بالله، وهي أشد. فلا عاصم للمسلم من هذه الفتن إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يكرر هذا الدعاء في كل صلاة. وأما فتنة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته، إذا احتضر فإن الشيطان يحضر عنده ويعرض عليه الرجوع عن دينه، ويعرض عليه الأديان الكافرة، فهو على خطر عند موته من أن يختم له بخاتمة السوء وأن يموت على الكفر والعياذ بالله، كما جاء في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل
عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الأعمال بالخواتيم، خواتيم عليها مدار عظيم، فعلى المسلم أن يسأل الله حسن الخاتمة والموت على الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي فتنة الممات، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويدخل في فتنة الممات أيضا فتنة القبر، وأن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه وتعاد روحه في جسده فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويوسع عليه في قبره، مد بصره فيأتيه من روح الجنة وريحها، وينظر إلى منازله في الجنة فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق والمرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال: لا دريت ولا تلي. وينادي مناد: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه من سموم النار ومن عذابها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. فهذا أيضا والله أعلم يدخل أيضا في فتنة الممات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح: لو تكرمتم، من هم الذين سيتعرضون لتلك الفتن؟ كل معرض إلى هذه الفتن، كل معرض إلى فتنة الحياة المحيا والممات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. في أي موضع ندعو بهذا الدعاء في الصلاة؟ قلنا إنه في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما مدى صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر، مغلوبة على أمرها، ويعتريها الضعف، ويعتريها الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك، ولا تجاهد ولا تحمل السلاح، ويتغلب عليها الأعداء. فالولاية تحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى قوة وإلى رأي وتفكير، وهذا إنما يكون في الرجال الأقوياء. وكل قد هيأه الله سبحانه وتعالى لما يصلح له من العمل وما يؤديه من المصالح. الرجال خلقهم الله لأعمال خاصة بهم، ومنها ولاية الأمور والقيام بالمصالح للأمة. والنساء خلقهن الله لأعمال عظيمة، وهي الإنجاب وتربية الأولاد ورعاية البيوت وسكن الزوج وراحة الزوج إلى غير ذلك من المصالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من فتن هذا الزمان، وقبل قليل كان حديثنا عن الفتن شيخ صالح، من فتن هذا الزمان أعمال المرأة التي تنوعت ووصلت إلى الحد الذي وصل إليه الرجال، لعل الشيخ صالح كلمة. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنسين وهيأ كل منهما لما يصلح له من الأعمال. الرجال لهم أعمال لا تقوم بها النساء، والنساء لهن أعمال جليلة لا يقوم بها الرجال، فكل يقوم بما هيأه الله له. الرجل مهيأ للغزو والجهاد في سبيل الله، مهيأ لطلب الرزق والأسفار والضرب في الأرض، مهيأ للرعاية لأهل بيته والقيام عليهم وتربيتهم إلى غير ذلك، مهيأ للمشاركة في مصالح المسلمين. أما المرأة فإنها خلقت أيضا لأعمال عظيمة في بيتها، من رعاية بيت زوجها والعشرة معه والسكن معه، سكن النفسي والراحة النفسية بين الزوجين كل منهما بالآخر، تربيتها للأولاد، حملها وإرضاعها، تربية وقيامها بأعمال البيت. الرجل يعمل خارج البيت والمرأة تعمل داخل البيت، تتكامل الأعمال من داخل ومن خارج بالنسبة للأسرة بالنسبة للأولاد. إذا قام كل بعمله تمت المصالح. أما إذا خلفت الفطرة الإلهية وقامت النساء بأعمال الرجال وهن لا يطقن ذلك، حتى ولو حاولنا أو حاول أدعياء هذا العمل حاولوا إقحام المرأة
المرأة في أعمال ليست من اختصاصها فإنها سيظهر عليها الضعف والفشل، وفي النهاية تنهار أعصابها وتنحف، وهذا شيء مشاهد ومعلوم ومجرب، لأنه خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهيأ كلا لما يليق به من الأعمال. فالواجب على الشعوب وعلى العقلاء من الناس أن يتبصروا في هذا الأمر وأن يعيدوا كل شيء إلى نصابه حتى تتم المصالح وتقوم الفوائد وينتظم العمل المشترك المجدي المفيد للشعوب والأفراد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي يحلو لهم الحديث عن النساء شيخ صالح يعتقدون أن مثل هذا الكلام فيه غمطا لحقوق المرأة وفيه انتقاصا لحقوقها، ويدعون أن المرأة غزت الفضاء وركبت الطائرات الحربية وقادت الشاحنات ودخلت المناجم أيضا. لعل الشيخ صالح كلمة. الأمر بالعكس، الذين أقحموا المرأة في أعمال ليست من اختصاصها هم الذين ظلموها وهضموها حقها وحملوها ما لا تطيق وعطلوا مصالحها في المجتمع. هؤلاء هم الذين عكسوا الأمر، ولو غزت الفضاء كما يقولون، ولو قادت الحركات في الدبابات والطائرات وغير ذلك، فإن ضعف المرأة يبدو عليها وطبيعة المرأة تغلب عليها، فهي امرأة مهما كان، بخلاف الرجل فإنه رجل يقوم بالأعمال الرجالية التي جعل الله فيه استعدادا لها. فهؤلاء الذين جعلوا الرجال يقومون بأعمال النساء في الطبخ والكنس وأعمال البيوت والخدمة كما يقولون، وجعلوا النساء تخرج لأعمال الرجال، هؤلاء عكسوا الأمر، وسيظهر الفشل على هذه الأعمال وستظهر النتائج على هذه الأعمال إما عاجلا وإما آجلا، وهم يعلمون ذلك ولكنهم يغالطون أو يريدون إفساد المجتمعات أو يريدون أن ينالوا من المرأة ما يريدون من شهواتهم المحرمة، وأن تكون مضغة في أفواههم وفي أنظارهم يتمتعون بها، ثم يكون مآلها إلى الهلاك وإلى الفشل وإلى النتائج الوخيمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا عن التأمين، يقول: ما حكم التأمين على السيارة ضد الغير؟ أي أنه في حالة حصول حادث لا سمح الله بين سيارة المؤمن وسيارة أخرى، تقوم شركة التأمين في هذه الحالة بتعويض الطرف الآخر فقط، أي عن أي أضرار بسائق السيارة الأخرى أو من معه أو ما يصيب سيارته من أضرار. كذلك، ما حكم التأمين الشامل والذي يشمل هنا تعويض الطرفين معا عن الأضرار بالأرواح أو الممتلكات؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه، منه التأمين على السيارات والتأمين على الأشخاص وعلى الصحة، تأمين على البضائع، تأمين على المباني. التأمين التجاري بجميع أنواعه الذي يقصد منه الاستثمار والأرباح محرم، شديد التحريم لما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الغرامات التي تدفع وقد تكون غرامات ضخمة، هذه ليست من جيوب هؤلاء الذين يشتغلون بالتأمين، وإنما هي من جيوب المساكين الذين أخذوا أموالهم وصرفوها لغيرهم، فهم يعطونها هذا من مال هذا ظلما وعدوانا، وهم الرابحون في ما تبقى من هذه الغرامات، يتلاعبون بأموال الناس ويأكلونها ظلما وعدوانا ويؤكلونها غيرهم ظلما وعدوانا. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد على الله، وإذا أصابه شيء فإنه يتحمل ما يصيبه من غرامة ونحوها. هو قال في الأثر أو في الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه، وليس هذا من باب التعاون كما يقولون، وإنما هذا من باب الاستثمار وأكل أموال الناس بالباطل والمتاجرة بالمصائب والحوادث والكوارث. هذا هو المقصود، تلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل مع المخاطرة ومع الغرر والجهالة إلى غير ذلك من الأضرار العظيمة الناتجة عن التأمينات باختلاف أنواعها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يشمل هذا التأمين الجزئي والتأمين الكلي؟ نعم، يشمل كل التأمين التجاري الذي القصد منه الاستثمار وعود الفوائد إلى المشاركين، وأما التأمين التعاوني الصحيح وهو لا يسمى تأمينا في الحقيقة وإنما هو تعاون، فهو أن يوضع تبرع من جماعة أو من مجموعة من الأشخاص، تبرعات تجمع، فإذا أصيب أحد و
ونزلت به كارثة أو جائحة يساعد من هذا المال دون أن يرجع إلى المشاركين شيء من الأرباح أو من الفوائد التي يستثمرونها من وراء تلك الجمعيات، وإنما الغرض منها، الغرض من هذا الصندوق أو من هذا المجموع من المال هو إعانة المحتاج فقط، هذا هو التعاون الحقيقي، ولا نسميه تأمينا وإنما نسميه تعاونا للمحتاجين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.